ازيك يا سؤال؟ هنكمل كلام على الفريمز. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا على اللود ازاي نحسبه، ازاي نحسب طبعا الدايمنشنز، ازاي نرسم لاي اوت للفريم. في الفيديو ده هنتكلم على الديتيلنج اكتر، وانا حابب ان انا اقول يعني مختصرا كده ايه هي الحاجات اللي المفروض نركز عليها في الديتيلنج، وبعد كده نحل مثال كامل من اول بقى الرسم بين المومنت والشير لغايه لما نوصل لاخر الرسم الفريم بالتشريح بالديتيلنج سيكشنز بكل تفصيل. فبرضه من التابوكس المشهورة تلاقوا فيه زي التفاصيل كده المهمة اللي أقدر أتكلم عنها في الفريمز، فدي حابب أبدأ بيها. هناخد كده تفصيلة تفصيلة ونبدأ نشوف ليه اترسمت كده وإزاي تترسم وإزاي أخد بالي إن التفصيلة دي المفروض تبقى موجودة في الفريم اللي أنا بصممه. فنبدأ بالسهل. فأنا عارف إن أنا لو أنا سي عندي عمود وبيم، فأنا عارف إن تفصيلة الحديد بتاعه هتبقى عاملة بالشكل ده. طبعا ده لو باند بورد، لو ستريت بورز مش هتختلف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الوصله دي هي وصله عمود وكاميرا مش فريم، وبالتالي ده هيعتبر بالنسبه لي لينك ممبر، العمود بتاعها هيقف. اول حاجه اتعلمناها هنا ان اللينك ممبر الحديد بتاعه مش بيخش في البي، لان مفيش مومنت هينتقل من هنا لهنا، وبالتالي الحديد مش هينتقل من هنا لهنا. انا عارف ان ادي الحديد بتاع اللينك ممبر او العمود، ده الحديد بتاع البي ملوش اي علاقه بيه، ده كانه ديتيلنج بتاع بيم زمان زي ما كان. طيب كويس قوي، يبقى دي اول ديتيل. الديتيل الثانيه، لو انا عندي اللينك ممبر ده هو هو ولكن في كاميرا مكمله، برضه ده نفس الكلام بتاع البيم او الكونتينيوس بيم اللي كنا بنصممهم. انا عندي كانتيفر كنت بمد الحديد عادي العلوي، تمام. في الاول وفي الاخر الهدف من التو ديتيلز دول ان انا بعرف ان حديد العمود ما دام لينك مش قايل اي مومنت ما ينفعش يخش في البيم عشان ما يتنقلوش اي مومنت انا مش مصممه عليه. يبقى دي ادي ثاني ديتيل. لو انا عندي الفريم ده على لينك ممبر من ناحيه، فالناحيه دي لينك ممبر فيها مش شايل مومنت، وبالتالي الحديد بتاعها مش هيتوصل مع اي حديد في الجير، تمام. ادي اول تو ديتيلز راس يعني جدا. طيب الديتيل اللي بعدها بقى، لو عندي فعلا رجل فريم ورجل فريم دي شايله مومنت زيها زي الايه الجير، مومنت ده قد ده، وبالتالي انا عندي حديد في الجزء ده انا عارف قيمته، حديد هنا انا عارف قيمته، وانا متوقع انه يبقوا زي بعض. وهنا نبدا نتعلم واحنا بنعمل ديتيلنج ان دايما الكي بتاع الرسمه بتاعتك البندنج مومنت. انا عارف ان حديد المين هيبقى في الاجزاء اللي زي دي، وعارف ان انا عندي هنا جوينت، فابدا بقى اشوف الجوينت دي ايه نوعها. اول ما اعرف نوعها اعرف الحديد هيتعمل ازاي. فنبدا نفتكر كده انواع الجوينت. الجوينت بالنسبه لي احنا عارفين ان هم نوعين، نوع اسمه كلوزنج جوينت ونوع اسمه اوبننج جوينت. يعني ايه؟ يعني لو ده المومنت تقدر ترسم السهم بتاع المومنت بالشكل ده. الزاوية الصغيرة بتاعت الفريم فين؟ الزاوية الصغيرة بتاعت الفريم هنا يعني، صح؟ طيب الزاوية دي هل بتتقفل ولا بتتفتح؟ ببساطة لما تحرك ايدك كده على حسب شكل المومنت ده تلاقي ان الفريم الزاوية دي بتتقفل. بتتقفل يعني كلوزنج جوينت، والاوبننج جوينت يعني كلوزنج جوينت. ومادام كلوزنج جوينت يبقى انا لازم اعمل ايه في الحديد؟ طيب نفكر فيها شوية ان شاء الله. كلوزنج جوينت معناها ان الزاوية دي بتتقفل، معناها ان الحديد اللي موجود في الناحيه دي الناحيه البعيده هي اللي بتتشد زي ما مرسوم في الرسمه دي. فتخيل كده ان انت عندك الشد ده من الناحيه دي ومن الناحيه دي، تمام. وبالتالي الريزلت بتاعته هيبقى فورس لجوه. يعني ايه لجوه؟ يعني جوه الخرسانه. طيب عندي خرسانه تقاوم الكمبريشن، مفيش مشكله. يبقى انا اقدر اعمله ان انا اوصل الحديد فعلا لما تيجي تشد والفورس تخش عليك كده، لان في خرسانه كافيه ايه تقاوم. وبالتالي الكلوزنج جوينت بعمل ايه؟ بوصل الحديد. هنشوف بقى في الاوبننج جوينت بعمل ايه. بس الكلوزنج جوينت ايه القاعده؟ الكلوزنج جوينت بوصل الحديد. يبقى انا باجي هنا الحديد ده بتاع الجزء ده وبتاع الجزء ده بقوم واصلهم مع بعض كده زي ما باين في الرسمه دي. من عندي حديد النيجاتيف ده اهو موصول، حتى لو على صفين الاثنين ايه موصولين. يبقى دي اول قاعده. يبقى انا عرفت لما يبقى عندي مومنت رجل فريم والجوينت دي كلوزنج جوينت، يبقى الحديد هعمل فيه ايه؟ هوصل الحديد. هل في حاجه كمان محتاج اعرفها في الديتيل دي؟ في ان الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيبقى فيه كومبريشن او خرسانه بتشيله، او في الحقيقه احنا عارفين ان اي كومبريشن على اي ماتيريال بيتولد عنه في الاتجاه الثاني ايه؟ تنشن، صح؟ دي خدناها فين لو فاكرين؟ دي خدناها في الشد البرازيلي. كان عندنا سلندر كده وجيت انت قمت حاطط عليها كومبريشن فورس من هنا ومن هنا. اتكسرت ازاي؟ اتكسرت بسبلتنج
تراك كده نتيجه شد في الاتجاه الثاني، رغم ان انت مش حاطط فورس شد. حتى كان توزيع الستريسز كان حاجه عامله كده نتيجه ان كل الستريسز اللي حشت فيها السلندر دي تقريبا على الدايمتر بتاعها كان تنشن. وبالتالي استنتج من ده ان الكومبريشن الموجود بيولد التنشن الاتجاه الثاني زي ما خدنا في تجربه الشد. طيب انا الكومبريشن خلاص انا مقاومه بالخرسانه، طب التنشن اللي في الاتجاه الثاني هقاومه بايه؟ طب نحط دياجونال رينفورسمنت من رسمه كده عشان اقدر اقاوم التنشن الموجود. طيب هحطه ازاي؟ قيمته قد ايه؟ مبدئيا الدبس ده هيبقى تقريبا 0.7 من الطول كله بتاع الجوينت، يعني انت قيس القيمه دي خد 0.7 رص عليها الحديد، ده مبدئيا. طب الاشياخ دي قيمتها قد ايه؟ الاشياخ دي هحسبها على اساس التنشن فورس اللي انا لسه قايله من شويه. طيب تعالوا كده نشوف قيمتها قد ايه. انا عندي الفورس الكومبريشن دي قيمتها كام؟ هي ريزلتنت، فلو عندي تي في الاتجاه ده وتي في اتجاه التنشن فورس، الفورس ده ريزلتنت هيبقى تي روت 2. ازاي؟ خدت المجموعه الاثنين تحت الروت لان هي في النص بالظبط، فده ستاتكس الكلام دي المفروض تبقى، يبقى الفورس هتساوي تي روت 2، ده الكومبريشن فورس. السبليتنج بقى فورس العموديه عليها بناخدها بكام؟ بناخدها تقريبا بربع الفورس الكومبريشن، يبقى انا هاخد الربع قيمه الفورس وهو ده اللي هطلع منه الحديد الدياجونال رينفورسمنت اللي انا هحطه على مسافه 0.7 زي ما اتفقنا. يبقى احنا عرفنا من هنا الديتيل دي ان انا الحديد بوصله في الكلوزنج جوينت، وعرفت ان انا بحط دياجونال رينفورسمنت قيمته قد ايه وعلى مسافه قد ايه. طيب ايه الديتيل اللي بعدها؟ العكس بقى، لو انا عندي اوبننج جوينت. طيب اوبننج جوينت عرفت منين ان هي اوبننج جوينت؟ اتجاه المومنت هنا اتعكس صح؟ تعالى كده ارسمه معايا، ادي دي للسهم وادي راسه، ادي دي للسهم وادي راسه، تمام؟ فانا بعمل ايه في زاويه الفريم الضيقه اهي، زاويه الفريم الضيقه ايه بعمل فيها؟ ايه بعمل فيها؟ اوبن، يعني بفتح الزاويه دي. طيب يعني التنشن موجود في الناحيه العكس الرسمه اللي كانت فاتت اللي فاتت. فانا لو وصلت الحديد زي ما هو معمول هنا، فالفورس بتاعتي الريزلت بتاعها هيبقى لبره. انت متخيل كميه الخرسانه الموجوده هنا قد ايه؟ حاجه لا تذكر، صغيره جدا، ده الكفر 3 سم 4 سم. فاكيد هيحصل لك رشه من كيل الحديد ده هيقوم مسلوب كده لورا نتيجه ان مفيش حاجه تقاوم الكومبريشن فورس الجامده الناتجه من الايه؟ التنشن الاتجاهين دول. الحل ببساطه نعمل ايه؟ طيب بدل ما انت كنت حاطط الحديد ده موصول مع ده، لا اعمل حاجه اسمها مقص او حاجه اسمها كربات. بمعنى ايه؟ هات الحديد بتاعك خليه يخش يجيب شويه خرسانه من هنا يشغلهم معاك، ونفس الكلام بالحديد ده خليه يجيب شويه خرسانه يشغلهم معاك. طيب حد سال نفسه انا ليه بدل ما اعمل كده كنت عملت كده؟ مش هو مقص؟ مش كان دي تنفع برضه؟ شغل الجزء ده من الخرسانه معايا وشغل الجزء ده من الخرسانه معايا، يبقى انا وفيت الكونديشن بتاع الاوبننج جوينت، انا عارف ان انا عندي حديد هنا وحديد هنا من ناحيتين، اقوم داخل ده لفه كده وده لفه كده. لكن اللي انا لقيته في الرسمه غريب جدا، لقيته في الرسمه ان الحديد لفه لفوق. تفتكر ليه؟ هي الموضوع ببساطه بالمنطق، انا عارف ان انا لما باجي اصب الفريم بصب العمود الاول، هتلاقيني واقف بمنسوب الصب هنا. انت بقى سيادتك عايز تجيب الشيخ ده وتفتحه لتحت، تعمل ايه؟ هتكسر الخرسانه ولا تعمل ايه؟ فالسهل بالنسبه لك لو الاله دي كافيه انك ايه؟ تفتحه لفوق لانه اوريدي انت صابب لغايه الليفل. فده ببساطه السبب. يبقى احنا اتعلمنا من هنا الديتيله دي ان انا في الاوبننج جوينت بعمل مقص، يعني مش بوصل الحديد عشان اقدر احافظ على الريزلتنت فورس، يبقى في جزء كبير من الخرسانه القرارات تحت تاثير المومنت الناتج من الفريم. حلو قوي، انا اتعلمت الكلوزنج جوينت بعمل فيها ايه والاوبننج جوينت بعمل فيها ايه. الديتيلز بعد كده برضو قايمه على نفس الفكره، ان انت لازم المومنت سواء كلوزنج او اوبننج تشوف هتوصل الحديد ولا هتعمل مقص، وتشوف القاعده بقى الزياده اللي هنتعلمها. لو انا عندي الجوينت فيها ثلاثه ممبرز بقى مش ممبر واحد، دايما لازم تخلي الاريا ستيل بتاعت المومنت كبير تساوي مجموع الاريا ستيل بتاع المومنتين الثانيين. يعني ايه؟ مش اي جوينت متزنه، فالمومنت ده بيساوي المومنت ده زائد المومنت ده. ليه؟ ده من الستركشر، اي مومنت لازم تبقى متزنه، اي جوينت لازم يبقى المومنت عليها متساوي، وبالتالي المومنت الكبير هيساوي مجموع الصغير. فانا هعمل ايه؟ هخلي الحديد بتاع المومنت ده، الحديد بتاع المومنت ده يساوي الحديد بتاع المومنت ده. بمعنى اخر الحديد بتاع ده بعدها يتجمعوا يشكلوا الحديد اللي موجود هنا. هنعملها ازاي في الرسمه؟ انت لو كان عندك الرجل دي من غير حاجه كنت بتجيب الشيخ ده وبتكسحه، تمام؟ ويبقى هو ده الحديد اللي شغال من هنا ومن هنا. لا
لا انت مش هتعمل كده يا باشا، ادي الحديد اللي جاي من هنا والحديد اللي جاي من الكانتيليفر، والاثنين مجموعهم يساوي الحديد عند المومنت. طيب اللي ما فهمش دي يفهم دي، انا عندي برضو هنا 3 ليج جوين، وعندي المومنت ده زائد المومنت ده يساوي المومنت. خلي بالي من ايه؟ ان انا عندي الجوينت دي بالنسبه لي هتبقى ايه؟ هتبقى اوبننج جوينت، ان انا ادي اتجاه المومنت ده اتجاه المومنت ده، فالمومنتس دي بتفتح الايه؟ الزاويه دي، ودام بتفتحها يبقى لازم اعمل مقص. طب ازاي هعمل مقص واحافظ على الرول ان الحديد مجموعه يبقى ياخد هنا؟ هتجيب انت الرجل بتاع الحديد بتاعت العمود تفتحها عادي جوه الفريم، تمام؟ يبقى انت ناقص الحديد الثاني، فالحديد الثاني اللي جاي من هنا ده عايز يعمل مقص، فكانك انت حطيت هنا قيمه الحديد بتاعت المومنت الكبير وكسحت معاه قيمه الحديد اللي جاي من هنا، كان خلاص الجزء ده مثلا الاريا ستيل بتاعت الكنتليفر والحديد اللي جاي من المومنت الكبير كسحها مع بعض وجزء يتكسح من هنا، يبقى انت كانك وفيت الرول اللي كنت طبقتها هنا ان مجموع الحديد يساوي المومنت اللي في القطاع الكبير. لانك ادي ده وده عاملين مع بعض مقص، كانك وصلتهم عشان دي اوبننج جوينت، وادي الحديد بتاع العمود كسحته، فده زائد ده يساوي المومنت اللي انت محتاجه في السكشن بتاع المومنت الكبير. نفس الكلام بقى يتكرر بقى في كذا اسئله ثانيه ممكن تبقوا تشوفوها. المهم بقى بالنسبه لي دلوقتي ان احنا نبدا نتعلم ازاي نحل فريم من الاول لاخر، وازاي نطلع رسمه زي دي. انا مش هتكلم فيها تفاصيل، انا هتكلم في المثال، ولكن المهم بالنسبه لي نتعرف ان اي رسم ديتيلنج لازم يبقى فيها 3 ستيب. اول حاجه السكشن اليفيشن، بيبين مكان الحديد وقيمته كله بكل تفاصيله، عندي سيرف هانجرز، عندي شرينكج بورز، عندي كنات، كل ده لازم يبقى في السكشن اليفيشن بالعاده الخرسانه باطوال الحديد بكل. بعد كده يطلع تفريد الحديد، يبان فيه الحديد بصفوفه بقطره بعدده باطواله تو سكيل زي ما كانت مرسومه في السكشن اليفيشن. واخر حاجه السكاشن اللي انت عملت لها ديزاين لازم تطلعها عباره بشكلها او بالاورينتيشن بتاعها، يعني السكشن ده مرسوم مايل انه في العمود، لما تيجي فعلا تقطع في العمود هيبان مايل، وهكذا في البيم لو هي في سلاب هتبقى في سكشن شكلا، انت مصمم سكشن بوزيتيف سكشن نيجاتيف تقسمهم وهكذا. يبقى انا اتعلمت من هنا ان انا عندي 3 ستبس دايما، سكشن اليفيشن، التفريد، ورسم السكاشن اللي انت عملت لها دلوقتي. عايزين دلوقتي نعمل نحل اكزامبل صغير مع بعض على فريم من الاول للاخر، فانا هحله من السولف اكزامبلز اللي اتمنى تكون معاكم، اللي فيها امثله كثيره محلوله لغايه الديتيلنج خالص ومحلوله ان ديتيل، يعني لو في اي حاجه مش هتلاقي مثال. فالاكزامبل الاولاني هو عاده بيديك ايه؟ يا اما بيبدا لك المساله من الصفر، يعني بيديك كريتيكال سيستم فريم وانت وعليه اللود وانت تحسب المومنت والنورمال والشير وتبدا تطلع السكشن كريتيكال وتصممها وبعد كده تعملها ديتيل. يا اما ممكن يختصر لك المسافه على حسب وقت الامتحان ويديك المومنت دايجرام والنورمال دايجرام والشير دايجرام على طول، يقول لك صمم القطاعات الكريتيكال وابدا صمم ووفر عليك مجهود رسم بين المومنت والنورمال. طبعا كل ده بيبقى محسوب وقته، بمعنى لو اتطلب منك ترسمه مش شرط يبقى حاجه صعبه، تبقى سهل ترسمه على طول مفيش مشكله، المهم انك تبقى عارف القاعده العامه لحساب التريننج اكشنز من غير ما تغلط. فانا بقول لك ان الفيجر الاولانيه دي فيها انترميديت سكيلتون، المفروض بيها ان ده الفريم اللي هيتكرر بعد كده عشان يشيل يغطي الصاله دي. السبيسنج 5 متر بيغطي مبنى صناعي، تمام؟ انا يعني بنسمي A B C D E F G، دي النقط اللي هو ماشي عليها الفريم، ادي A B C D E F G. في تاي نقطة سي لنقطة اي، يعني ايه تاي؟ يعني ما بيفيش عليه بند المومنت، يعني كانه لينك ممبر شايل تنشن فوق. وفي لينك ممبر اي سي، يعني ده برضه شايل كومبريشن فورس بس. والسكلتون ده بريز في تو دايركشنز، طبعا المعلومه دي بتفرق معايا في ايه؟ في حسابات البوكلينج للاعمده، وبالتالي هو قال لك خلاص ريحك من حسابات البريز، قال لك لا هو بريز في تو دايركشنز. التوتال ايكوفلنت سيرف لود اداهولك مره واحده، يبقى ما خلاكش بقى تقعد تحسب اللود زي ما خدنا في التوتوريال بتاع حسابات اللود. وقال لك كمان الفورس في التايب بكذا والفريم ويث قيمته كذا. طيب ليه اداك معلومه زي دي؟ لان هو بالنسبه له الفريم ده عشان يبقى ديترمنت تقدر تحله لازم يديك معلومه من النونز النونز اللي انت المفروض هتحسبها بايدك، عشان ما تقعدش بقى تحسب بالفيرتشوال ولا تحسب بالديستريبيوشن وهكذا، فيبقى سهل عليك، فاداك الفورس على طول عشان انت تكمل حسابات البند المومنت.
هو مات فورس وشيل فورس باك الاف سي والاف سي، وخلاص كده انت جاهز انك ايه تصمم الفريم. المفروض المطلوب منك طبعا لو هنبدا مثلا الاول زي ما اتفقنا، يبقى مطلوب منك البني مومنت نورمال فورس في الفول باك جراند. طلعت الكلام ده تبدا تشوف القطاعات الكريتيكال منهم، بعد كده تصمم بقى الانفورسمنت سواء كان للشير او للمومنت النورمال زي ما خدنا في السمبل سيكشن، وبعد كده اعمل الديتيلنج بقى زي ما اتفقنا على الفري ستابس اللي احنا اتفقنا. طيب الرسمه دي ما تعديهاش كده، مهمه بالنسبه لك في انك تعرف الفريم بتاعك بأبعاده بأطواله بالسلام بتاعته. وكمان هو قايل لك هنا انا عندي هنا سلاب لكن هنا ما عنديش، تفرق في ايه؟ هنا ريكتانجلر سكشن غصب عنها مفيش سلاب، لكن هنا في سلاب، وبالتالي ممكن على حسب بقى مكان المومنت كومبريشن عند السلاب يبقى في سكشن او ريكتانجلر سكشن. بس كده يفرق كمان في رسم السكشن في الاخر، تبقى فاهم ان هنا مفيش سلاب وهنا مفيش سلاب. الحاجات دي بسيطه ولكن تبين انت فهمت فعلا الرسمه ولا ما فهمتهاش. خلاص يبقى انا كده معايا الفريم بالستاتيكال سيستم بتاعته باللود. ابدا احسب البندنج مومنت، هو قايل لي اصلا ان دول لينك نمبرز معايا هو مش بندنج مومنت، وانا معايا اللود ومديولي هو اورزونتال بروجكشن، فابدا بقى احسب المومنت عادي على جسم الفريم عشان بقى وقت حسابات المومنت، ولكن الارقام عندك تقدر تشيك عليها وتحسبها بايدك كذا مره مفيش مشكله. خلاص انا عارف ان ده تاي وده لينك نمبر معايا هو مش مومنت. فقيمه التاي التنشن فورس كومبريشن فورس هيظهروا في نورمال فورس دايجرام مع طبعا حسابات نورمال فورس دايجرام على الفريم. طيب ممكن طبعا تتعبك شويه على الاجزاء المايله لانك محتاج تحلل القوة في اتجاه موازي للاكسيز بتاع الفريم وعمود يعني. تمام ده برضه الشير فورس دايجرام اللي كده كده تقدر تجيبه في خطوه واحده، انك لما تيجي تحلل الفورس اللي عند السكاشن دي واحد موازي واحد عمود، طبعا الموازي هو النورمال فورس والعمودي هو الايه؟ الشيف فورس. طيب يبقى احنا طلعنا من الستاب دي بايه؟ لان انا حسبت البندنج مومنت دايجرام، حسبت النورمال فورس دايجرام، حسبت الشيف فورس دايجرام. ايه هي السكشنز الكريتيكال اللي احنا هنحسبها؟ طبعا احنا بنبص على رسمه البندنج مومنت والنورمال، ده اللي هنصمم منها الحديد الطولي، والشير ده اللي هنصمم منه الحديد العرضي. فالبندنج مومنت والنورمال فورس انا عندي سكشن كريتيكال هنا نيجاتيف واخد النورمال فورس اللي قصاد. نفس الكلام بندنج مومنت هنا بوزيتيف واخد نورمال فورس الوسط وهكذا، افضل اخد الماكسيمم بندنج مومنت والنورمال فورس الوسط. بالنسبه للتاي انا عارف ان ده عليه تنشن فورس قيمه كذا وده كومبريشن فورس قيمه كذا. يبقى ادي السكشنز الايه؟ الكريتيكالز انا هصممهم، هحاول ارقمهم واطلع القيم دي في جدول عشان يبقى الكلام ده واضح بالنسبه لي. فانا رقمتهم من سكشن 1 سكشن 11 المومنت والكورسبوندنج نورمال فورس وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا السكاشن دي هي السكاشن بتاعه التاي وبتاعه اللينك نمبر وبتاعه العمود عند السكشن اللي تحت. انا لما جيت رقمت لقيت سكشن 9 ده هو 403، ليه؟ لانه ما عليهوش مومنت، مومنت بصفر. لكن بعكس مثلا سكشن 7 عليه تقريبا نفس قيمه النورمال فورس ولكن عليها قيمه بندنج، عشان كده هم تو سكشنز مختلفين. ده كانه بيور اكشن فورس ولا سنتر سكشن مومنت ونورمال. نفس الشكل ده هبدا اطلع كل الكريتيكال سكشنز من المومنت كورسبوندنج نورمال. يبقى انا مجهز المسائل بتاعتي كاني رجعت تاني للاساينمنت اللي فات بتاع حسابات ال ديزاين اوف اكسنتريك سكشنز. ابدا بقى اطبق الستبس كلها، انا عارف ده مثلا مومنت نورمال، ابدا اجيب الاكسنتريكستي واشوف انا هستخدم انتراكشن قدام ولا هستخدم ابوكسيس ميثود ولا ده اصلا تنشن فورس، وبالتالي هستخدم هي بيج اكسنتريك ولا سمول اكسنتريك. فانا مش هعيد على الكلام ده كله، بس مهم ان انت تبقى عارف ان انت لما تيجي تصمم السكشنز ما تفوتش اي ستيب. بمعنى لو عندك عمود يبقى عندي تشيك اون بوكسنج، تبدا تشوف الاوت بلين والان بلين كونديشن بدليل ان هو عندك البيسنج كونديشن بتاع المبنى، فانت محتاج تعرف البوكسنج كونديشن بتاع الاعمده، محتاج انك تشيك على المينيمم والماكسيمم اريا ستيل عادي زي ما بتعمل في اي ديزاين من الاول للاخر. تمام؟ طبعا لو هو مش مديك الابعاد هتبدا انت تفرضها زي ما قلنا ازاي نفرضها. فالسبان على 12 ل 16 يديك الثيكنس بتاع الجردر جبته ب 900 مللي. الاعمده اتفقنا ممكن اخد بنفس الثيكنس بتاع الجردر فوق وتحت اخد ثلثين القيمه او يعني 0.6.7 الثيكنس بتاع الجردر، فخدت ثلثين القيمه ب 600. الثيكنس بتاع اللينك ده خدته الماكسيمم من حاجتين، ال 0.4 الثيكنس بتاع الجردر او الاسبان على 20. التكنس بتاع اللينك ده زي ما تقول الابعاد بتاعت العمود.
يبقى لازم يبقى اكبر من السبان على 20، السبان بتاع الفريم على 20، او بوينت فور الثيكنس بتاع الجردل اللي فوقيه يبقى 400 مللي. فانا خدت اللينك ب 600 مللي. بعدين زي ما اتفقنا بعد كده انه اي حاجه للكنسيفر هتبقى كالكوليتد من الديزاين زي ما بنفرضها بقى، سواء بالسلون دي كيرف او بالار 1 او من دي. طيب نبدا ناخد سكشن سكشن نعمل لهم ديزاين. فانا مش هعيد على الحاجات المكرره، انت بتستخدم عادي الرولز بتاعت الاكشن سكشن في الديزاين. طبعا الار اوميجا لو انت عندك دبل انفورس سكشن، لو انت عندك سنجل انفورس سكشن تقدر تستخدم السلون دي على حسب الديزاين بتاعتك، تستخدم ابروكسيمت ولا انتراكشن ديجرام ولا ايه. مهم برضه زي ما اتفقنا ان احنا نعمل تشيك على الباكينج. خلينا ناخد السكشن 7 ده نصممه من الاول للاخر عشان نشوف ازاي ندخل الباكينج في صالتنا. انا مديني انا طلعت الكلام ده، انا عارف ان السكشن 7 عليه مومنت 750 ونورمال ب 650. طيب هل ابدا في الديزاين على طول؟ لا، عايز اشوف في اما اديشنال ولا لا نتيجه الباكينج. فاعمل ايه؟ هشوف الان بلين باكينج او الباكينج ان بلين جوه الصفحه، والاوت بلين العمودي على الصفحه او العمودي على السكشن. الان بلين باكينج ادي العمود، لو هو مختلف فانا باخد افريج فده 90 60، فانا كاني باخد الافريج تطلع تقريبا 750. عند باخد الافريج ده عند الثلثين، يعني بشوف المعادله لينير عند الثلثين اللي بتدفع ما بين البعد فوق والبعد تحت، طلع تقريبا 750 مللي. انا عارف ان الان كونديشن ايه، انا مربوط بالتاي اللي هي بثيكنس 500 مللي والكولوم اصلا 750، وبالتالي التاي اصغر، يبقى انا ده كيس 2، يبقى ده ولا هو فيكسد ولا ده فورشال ايه. البوتوم اند انا قايل لك ان هي هنزل عند البيس، تمام؟ يبقى انا عارف ان تحت كيس 3 فوق كيس 2، يبقى انا عرفت الكي بكام نتيجه ان ده مبنى البيس، اقدر اجيب الكي على طول. فالكي طلعت بكام؟ طلعت ب 0.95 من الجدول، ومن هنا اقدر اجيب الاتش افكتيف اللي هي الكي في الاتش نود. الاتش نود اللي هو طول الاصلي خالص اللي هو كان موجود فوق في الرسمه، اللي هو هيبقى 5 متر دي ناقص الثيكنس بتاع الايه؟ نص الثيكنس بتاع الكوي. هاخده واضربه في 0.95، يبقى انا جبت الاتش افكتيف بتاعت الان بلين باكلينج. عشان اعرف الثيكنس الان بلين اللي هو 750 او الثيكنس الافرج، جبت 6 يبقى اقل من 15، يبقى شورت كولوم، مفيش مومنت اديشنال في الان بلين باكلينج. طب الاوت اوف بلين برضه اشوف الاند كونديشن. فالاند كونديشن انت عندك بيم عموديه هنا اللي هي الاند بيم او البيم اللي في الطرف دي، اللي هي طبعا مهمتها هنا لو مفيش سلاب ان هي تعمل ايه؟ تربط الفريم، يبقى الفريم ده مربوط باللي بعده واللي قبليه وهكذا. عموما انا دلوقتي بدرس الاوت اوف بلين باكينج، فانا عندي البيم الثيكنس 500 وعرض الكولوم 350، يبقى ده كيس 1، يبقى انا هعتبر ان ده فيكسد. وتحت هنزل برضه، يبقى انا اسف، تحت البوتم اند كونديشن نتيجه ان هيبقى في سملات او في كاميرا في الاتجاه الثاني، فهتبقى فيكسد برضه نتيجه ان العرض هنا 350 سكوير، يبقى كيس 1 وكيس 1. طلع ان الكي ب 0.75، اقدر احسب ان انا الاكسبكتد. لو كان في وول بيم كان الارتفاع اختلف، الاتش نوت اختلف، لكن نتيجه ان انا مفيش وول بيم يبقى خلاص نفس البعد زي ما قلت لكم. اللي حصلنا بيه الاتش افكت في الانفلين هو اللي هنحسب منه الاتش افكت في الانفلين، طلعت برضه اقل من 15، يبقى مفيش ام اديشنال في تو دايركشنز، فابدا اصمم عادي بالمومنت نورمال اللي انا حسبتهم في الاول. طيب يبقى انا هبدا بقى اصمم عادي بقى كاكسنسيف سكشن. زي ما احنا عارفين ان حاسب انا في بالانس عشان نتشك هي تنشن فيلير ولا كومبريشن فيلير، يبقى انا بقى عندي التولز ان انا احسب وتشك عشان لو تنشن فيلير اصمم بالترفيت او الابروكسمنت ميثود، لو كومبريشن فيلير الانتراكشن ديجرام زي ما اتعلمنا في الاكسنسيف سكشن ديزاين. خلاص الكلام ده متكرر بقى زي ما قلت لكم، لازم نعمل كل حاجه من الاول للاخر. طبعا تشيك على الايرش مينيمم ماكسيمم في كل سكشن. الجديد بقى اللي عايزين نتعلمه ازاي نعمل تشيك اوف شير، هو من تيزو ولا حاجه، ولكن ازاي اعمل تشيك اوف شير على الفريم، ازاي اعمل تفريم من برضه للكنات ان انا اوقفها عند سكشن معين. المهم ان انا اعرف الكلام ده، فانا عندي هنا طبعا الصح ان انا باخد ممبر واشوف الشير عليه واصممه واعمل تفريم من كل ممبر،
ولكن للسهولة أو عشان وقت الامتحان بناخد أكبر ممبر، اللي هو هنا مثلا أدي رسمة سي فورس دايجرام، فالممبر ده هو اللي عليه أكبر قيمة للإيه؟ للسي، والكيو ماكسيم بكام؟ ب 200 وتسعة. اللودز أنا فاكر أنا كان مديها وورك، وبالتالي الأرقام دي كلها بنضربها في 1.5 قبل ما نستخدمها في الديزاين. فأنا عندي هنا أكبر قيمة سبيد ب 209، فأنا أروح أشيك على سبيد بقيمة 209 وأصممها. تمام، كويس أوي، ضربت 1.5 في 209 وجبت السبيد ستاس الألتمت مضروب القيمة دي كيلو نيوتن، فضربها في 1000 كيلو نيوتن على البي في البي 350 في 350، جبت الكيو ألتمت. طيب أنا كنت بعمل إيه؟ الكود لما اتغير قلنا إن عندي تو لينكس للسبيد ستاس، الكيو سي يو أن كراكت والكيو سي يو كراكت. الكيو سي يو أن كراكت اللي مقاومة الخرسانة للسبيد وهي غير مشرفة وهي أن كراكت، فمقاومته 0.16 روت الإكس على جاما سي، حسبتها على طول 200 على مليمتر سكوير. الكراك اقل شويه 0.12 روت الاكس على جاما سي، فطلع ان الستاس في الستاس اللي عندي لا ده اكبر من الان كراك ستاس بقطع شرط، وانا هستخدم المقاومه دي بشرط انه يبقى اقل من السي كيو ماكسيمم اللي هي 0.7 روت الاكس على جاما سي، هو فعلا اقل منها، وبالتالي اقدر استخدم حديد في مقاومه الشير بالاضافه لل تاجد كتير بتاع الخرسانة. فده اللي انا عملته، انا عايز احسب الحديد اللي هيشيل معايا الستاس ده قد ايه، فيبقى الشيل ستاس على الحديد يساوي الالتمت شيل ستاس ناقص الكي سي يو كراك اللي انا حسبتها من شويه اللي هي اضعف شويه من الان كراك اللي هي 0.1. حسبت الاثنين ماينس بعض، طلعت القيمه اللي انا المفروض احسب منها الكنات، اوطاها في معادله الكنات البسيطه اريا ستريس اف سي على رقم اس دي في الاس. ايه اللي مش موجود عندي؟ الاريا ستريس والاس. فانا ممكن بسهوله افرض الاس واجيب منها الاريا ستريس. فالاس انا عارف ان اقل ما يسافر هي 100، فممكن افرضها. طبعا عارف ان 100 و200 لو فرضنا 50 مش هنزعل، 200 مش هنزعل، بس لو فرضتها باقل حاجه يدي قطر اقل طبعا. يبقى السبيسنج ب 100، طلعت الاريا ستريس 95.4. يبقى انا المعادله دي 95.4 ده كل الحديد الستريس موجود في القطاع، فاقسمه على 2 فيطلع انه تقريبا انا محتاج للبرانش الواحد 45 او 47 مثلا مللي، فده يكفي الفاي 8. عشان كده انا اقدر استخدم فاي 8 كل 100 مللي، او ممكن اكتبها 10 فاي 8 في المتر، هي هي. يبقى ده الديزاين عند الماكسيمم سكشن في السير. هل انا محتاج الكنات دي في كل القطاعات الثانيه، ولا انا محتاجها فقط عند الاريا بتاعت عند الجزء عند الماكسيمم شير؟ يعني انا محتاجها في جزء هنا يعني اللي فيه قيمه الماكسيمم شير. طيب لو انا عايز استخدم بقى المينيمم ستريب استخدمها على مسافه قد ايه؟ هو ده اللي احنا هنحاول نحسبه دلوقتي. انا عايز احسب المسافه اللي هستخدم فيها ال 10 في 8 في المتر، وبعدها استخدم المينيمم 5 في 8 في المتر، او طبعا المعادله 0.4 اف يلد على بي في. طيب المعادله بتاعتي بتقول ايه؟ انا عندي ادي قيمه الممبر، الممبر ده طوله 5.507، وقيمه الاستريس في الطرف دي اللي انا حسبتها 1.05. ايه هي المسافه اللي بعدها اقدر استخدم الحديد المينيمم؟ فكر فيها كده، تلاقي ان المسافه اللي بعدها اقدر استخدم الحديد المينيمم هي المسافه اللي الخرسانه تقدر تشيل فيها السبيد ستاس واحده. بمعنى ثاني اللي هي عند كيو سي يو اون كراك ولا كراك؟ لا اون كراك، بعد ما اتشرف يبقى انا محتاج اشتغل بالحديد كمان. ففعلا هي القيمه دي 0.653، فشوف المسافه اللي تخلي ال 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 بعدها بعد قيمة 0.653 مش محتاج ان انا استخدم كنات، لا ده انا هحط المينيمم. ففعلا هحسب المسافة دي عادي بعد انتساب المثلثات، فيبقى 5.5 ماينس اكس اللي هي المسافة دي على 5.5 هتساوي 0.653 على 1.05. من هنا جبت الاكس 2.1 متر، يبقى انا المسافة اللي هحتاج فعلا فيها 10.8 في المتر هي 2.1 متر، وفي الباقي حط المينيمم. طبعا المفروض ان احنا نحسب المينيمم اللي هو 0.4 على بي في الاس، ولكن يعني هي دايما في المعظم بتطلع معانا 5 بايت. طيب عايزين دلوقتي بقى نعمل ديتيلنج للكلام ده، فزي ما اتفقنا هم 3 ستبس هنحاول نمشي فيهم واحده واحده عشان نوصل للسبيك اللي قدامنا ده ستيب باي ستيب. طيب مبدئيا اهم حاجه في رسمه الفريم السكيل، الفريم هو منشا كبير ابعاده كبيره، عشان تبين الديتيل اللي فيه غالبا بتستخدم سكيل مش صغير، فالفريم بيبقى كبير. فزي ما انت واخد بالك عشان احنا نوفر الكلام ده في الورق استغلينا كل المساحات في رسم السكيشن في الديتيلنج في كل حاجه. فلازم اول خطوه تعمل بلاننج للسكيم بتاعك.
شوف السكيل انت مستخدمه هيكفي في اللوحه ولا لا، شوف لو في سيمتريه تقدر تستخدمها ولا لا، شوف السكاشن تعمل فين هتقسمها فين. فانا لما جيت اقسم بتاع خلاص قلت ان انا ده مثلا البعد بتاعي الماكسيموم، فحطيته وطلع يفيد في الورقه، قلت خلاص يبقى في مسافه ان انا احط الحديد التخطيط يمينها وشمالها وجوه هرسم السكاشن مثلا. يبقى اول خطوه تعملها لما تيجي ترسم السكيل ان انت تشوف الابعاد بتاعتك كونفينينت والسكيل بتاعك كونفينينت وتقدر تحط في اللوحه على طول. دي اول حاجه. تاني حاجه انت معاك الابعاد بتاعت الاوت لاين الخرسانه كلها، فاحنا هنقوم جايين تسمين الاوت لاين الخرسانه ده ازاي. اول حاجه احط السنتر لاين بتاع السبان بتاع الفريم تمام، واقيس المسافه دي، وبعد كده اقوم عامل ايه؟ ابدا بقى ارسم الاوت لاين بتاع الفريم نفسه، ان انا امشي هنا مثلا بعد اللينك نص هنا ونص هنا واطلع باللينك، وبعد كده انا عارف الثيكنس الطرف هنا كام وهنا كام، واطلع بالميل ده زي ما جيفن بالنسبه. خلاص يبقى انا اللي انا عملته في الجزء ده ان انا قدرت ارسم الاوت لاين بتاع الخرسانه فقط، لسه ما حطيتش حديد خالص. طيب الستاف اللي بعد كده هعمل ايه؟ الستاف اللي بعد كده انا عارف من رسمه المومنت ان انا عندي الحديد المين بتاعي هيبقى موجود فين؟ رسمه المومنت تعالوا كده نجيبها، او مش حتى كانت حاجه عامله كده صح؟ بالشكل ده. فانا هعمل ايه؟ انا هقوم مدي بس انديكيشن لنفسي ان انا عندي، والله انا عندي حديد مين في الجزء ده، سفلي هنا علوي، هنا سفلي هنا علوي، وهنا برضو حديد في الجزء ده علوي وهنا سفلي. طيب كويس قوي. الحديد ده انا عايز ابدا اشوف كل وصله من دول هل هي كلوزنج ولا اوبننج سيلينج ممبر. فحديد انا مكمل عادي زي ما قلنا في الديتيله دي، ده الحديد البوزيتيف مش هيتوصل مع حاجه، ده الحديد النيجاتيف هنا الجوينت دي كلوزنج يبقى الحديد هيتوصل مفيش مشكله. الجوينت دي نبدا نشوف رسمه البندنج مومنت بتاعتها. ف معلش انا هرجع بس للرسمه الاصليه عشان كنت غلطان في حاجه. تمام دي رسمه البندنج مومنت الاصليه، فادي الحديد بتاع ده زائد النيجاتيف ده هو اللي داخل هنا حديد في لاج جوينت. طبعا الباي ملوش دعوه، هيخش الحديد بتاع ده زائد الحديد بتاع ده في السكشن الموجود ده. فنبدا نشوف برضو زي ما قلنا القاعده بتاعتها ان انا بجمع الحديد بتاع ده وبتاع ده بحطه في في السكشن ده. خلاص يبقى انا عرفت كده كل حديد منهم بعد ما رسمت الرسمه دي بتاعت البيمنج مومنت كي ليا كانديكيشن بس الحديد بتاعي هيبقى عامل ازاي، وابدا ارص حديد حديد واشوف احطه ازاي. فاحنا رسمنا الاوت لاين ورسمنا البيمنج مومنت، نبدا نرص الحديد واحده واحده. فانا هبدا بالسهم، انا عارف ان الحديد هنا الرئيسي 2 في 12 ده حديد بوزيتيف هيغطي من الاول للاخر ومش هيتوصل مع اي حاجه او محط. وعارف ان انا عندي هنا الحديد العلوي برضه مكمل كده للكابوي 6 في 22 دول، وده طبعا ده حديد ستيرت هانجر تحت ملوش علاقه بالحديد بتاع الديزاين. انا حطيت الحديد السفلي ده، حطيت الحديد النيجاتيف ده عند السكشن مفيش مشكله. الحديد هنا عارف انه لازم يبقى حديد واحد ولازم يتوصل، وطلع قيمته معايا 8 في 22 حطيتهم على صفين، صف 3 وصف 5. تمام ليه اتوصل؟ لان دي كلوزنج جوينت انا عارف ان الحديد فيها بيتوصل. طيب الستاب اللي بعد كده الجوينت دي المعقده شويه، انا عارف ان الحديد لازم مجموعه يبقى موجود في الحته دي، دي ودي دول اوبننج جوينت، وبدام اوبننج جوينت يبقى الحديد هيعمل مقص. ففعلا انا محتاج للكنتليفر 8 في 20 ادي 8 في 20، والعمود كان محتاج في الرئه دي 5، فالخمسه دول دخلوا هنا زائد عمل مقص مع ال 8 في 20 الموجودين هنا، وبالتالي كده انا عملت ادي مقص مع الحديد اللي موجود هنا ودخلت الحديد ده مع الحديد ده. يبقى انا وفيت الكونديشن بتاع ان مجموع الحديد لازم يبقى عند المومنت كبير، هو مجموع الحديد ده مجموع الحديد ده. تمام ازاي؟ بان انا عملت مقص ما بين الاثنين دول والحديد بتاع العمود دخل جوه الحديد بتاع الجير. طيب انا عشان الحديد بتاع الجير الثابت في الجزء ده كله تقريبا قيمه المومنت زي بعضيها، فخلاص انا يعني خليت الحديد واحد، الخمسه دول مكملين من الاول للاخر هنا والثلاثه دول من الاول للاخر صح؟ اه صح. عايز تقطعهم مفيش مشكله، ولكن بما ان البندنج مومنت اوريدي كان قيمته
نيجاتيف السكشن ده كله عشان البندنج مومنت ده كله، فهنعمل ايه؟ الحديد اللي موجود هنا ده يكمل كل السكشن ده، تمام؟ ببساطه يعني ده الرسمه بتاعت الحديد في الجزء ده. يبقى انت لما جيت رسمت الحديد هنا وصلته، بعد كده هنا وصلت برضو وزودت عليه مقص مع الحديد النيجاتيف، فما ظهر لكش اي مشكله. طيب هل انت كده خلصت؟ لا، حط بقى الحديد في العمود هنا. انت رسمت الحديد ده، حط الحديد اللي في الرئه الثانيه. انت عارف انك تحت ده النورمال فورس باش، انت محتاج نص تقريبا كميه الحديد اللي انت محتاجها فوق. فانا اعمل كبتين، انا هخلي 3.22 دول من تحت وزودت عليهم 2.22 في الجزء اللي انا محتاج فيه الحديد عشان المومنت فوق، ونفس الكلام في الرئه الثانيه، الحديد 3.22 و2.22 5، انا اسف، الناحيه دي عشان البندنج مومنت من الناحيه دي. يبقى انا السكشن ده خليته سيمتريك لانه بيور اكسيال، الحديد فيه 3 و3، ولما احتجت الحديد ما يبقاش سيمتريك زودت الكلام ده في الايه؟ في الجزء اللي انا محتاج فيه الحديد عشان المومنت. يبقى تاني احنا عملنا ايه؟ احنا دلوقتي رسمنا تقريبا الحديد المين كله عشان المومنت، سواء في العمود، في الكنتيفر، في الجيردر، في الجوينت، في الكنتيفر. طيب مقاس الحديد بتاع اللينك ممبر بتاع الطاي، حديد الطاي انا صممته بطريقه علويه وسفليه والكنات بتبقى مينيمم لان هي عاليه تنشن فورس بس، والحديد لما يوصل في الاخر مجرد بس هيتكسح لجوه عشان هو مش محتاج ان انا انقل له مومنت باي شكل من اي ممبر جنبه. نفس الكلام بالنسبه لللينك ممبر، اللينك ممبر عليه كومبريشن فورس بس، صممته حطيت الحديد فيه يونيفورم لان انا مش ربطه باي حديد تاني، مش ربطه بحط رئه سفليه وعلويه، لا ده انا حطيت يونيفورم ووزعته على داير ما يدور القطاع، وبعدين حطيت الكنات بتاعته بالشرط بتاع الفوليوم بتاع الشرف زي ما احنا عارفين العمود، طبعا الشرط ده منطبق هنا. كده انا خلصت، فاضل لي بس ان انا اشوف اي حته ما فيهاش حديد لازم احط فيها ستيرب هانجرز زي الجزء ده مثلا، زي الجزء السفلي ده هنا مثلا. كده انا حطيت الحديد بتاعي في كل السكشن. فاضل حاجه كمان لازم انا عارف، ده رول دي من زمان، لما الثيكنس بيزيد عن 70 سم بعمل ايه؟ بحط سلينكس بار. فتلاقي هنا دايما بحط صف 2.12 على مسافات 30 سم، فالثيكنس ده 90 وحطيت صفين. يبقى انا حطيت الصفين دول وبهنيه ازاي؟ بقى عندي الانديكيشن بتاعه في الاخر كده كانه كانها شوكه، نفس الكلام بالشينكل بولز في الناحيه دي. وكمان العمود عشان برضو اعرف الرول بتاع 250، فبحط حاجه اسمها باكينج بولز او يعني حديد برضو الشينكل في العمود. الحديد ده بحطه برضو بنفس الرول على مسافات اقل من 250 لان انا عارف ان العمود لازم اربط الكنات على مسافات ما تزيدش عن 250. فكده انا خلصت الحديد اللي موجود في السكشن اليفيشن. ناقص ايه؟ ناقص انك تحط الكنات وتكتب عليها اللي انت صممتها. عشان صممت الكنات دي 10.8 على مسافه 2.1 تحطها هنا مينيمم 5.8، حط الكنات كلها وتدي انديكيشن حتى لو في حاجات ما صممتهاش، حط الكنات وافرضها عشان يبقى الرسمه بتاعتك. حطينا الحديد وحطينا قيمته وعدده على السكشن اليفيشن، الابعاد بتاعت الخرسانه. انا كده خلصت اول ستيب في الديتيلنج اللي هي السكشن اليفيشن. طيب الستيب اللي بعد كده ان انا اعمل ايه؟ ان انا افرد الحديد. يبقى انا هجيب الحديد اللي انا صممته ده، زي مثلا هنا ادي الحديد بتاع اللينك ممبر، افرده بره نفس الطول نفس السكيل، ولكن عندي كذا صف انا بكتب على كل واحد فيهم قيمته. نفس الكلام بقى بالنسبه للحديد في الجردر اللي انا بفرده بره، ده السفلي 18، ده ستيرب هانجل 3.12، ده بتاع النيجاتيف 6.22، ده ستيرب هانجل برضه 3.12، ده الحديد اللي احنا اتفقنا عليه عشان المومنت ثابت او تقريبا نيجاتيف من اول الجيرد لاخره فوصلناه، بفرده بره. يبقى اللي شغال عارف الحديد ده طوله قد ايه وقيمته عدد وقطر قد ايه. هل بفرض الشرينكج بولز؟ لا، ما بفرضش الشرينكج بولز، انا بفرض بس الحديد في رئه سفليه وعلويه. او لو انا عندي يونيفورم كولوم فانا الحديد بتاعي انا كده كده عارف ان ده مدور القطاع كله مين فبفرده. كده انا خلصت من تاني ستاب اللي هي الستاب بتاعت الايه؟ التفريد. يبقى انا فرضت الحديد. فاضل ثالث ستاب ان انا اصمم او اطلع السكاشن الكريتيكال واقسم. فاللي انا عملته ان انا هنا علمت على السكاشن الكريتيكال، تمام؟ طبعا لو في سكاشن متكرره مش محتاج انك تقسمها هي. فانا عندي رسمت سكشن 1 سكشن 2 و3 و4. لازم اول ستاب تحط السكشن مكانه على السكشن اليفيشن. بعد كده ترسمه بالاورينتيشن. فادي 1 ده السكشن في الجوردر، فهيبان اهو بسمك 35 بعرض 35 وسمك 90 سم. وزي ما اتفقنا مفيش في الجزء ده سلاب، فمفيش سلاب يمين وشمال. الحديد الطب 8.22
رسمت ال 8 في 22، وبعد كده انا حاطط شرينكج بورد على خطين، وبعد كده في الاخر خالص الحديد اللي تحت 5 في 18 في الرئه الاساسيه اللي تحت. هو هنا في رسمه 2 في 18 بتعدل يعني. طيب ده بالنسبه لسكشن 1 1. سكشن 2 2 ده سكشن في العمود فوق، هتلاقي ان انت حاطط البعد الكبير مش الصغير في العرض 35، ترسم الكامل، وبعد كده حط الرئه دي 5 في 22 والرئه دي 5 و3 يبقى 8، وبعد كده السياق اللي في النص عشان تغمض عليها الكنات 2 في 12 و2 في 12، بعد كده ترسم الكنات بتاعتك، وطبعا تفردها بره نرسم دايما في تفاصيل العمل في العمل. سكشن 4 4 ده سكشن في التاي، مفيش اسهل منه، ترسم الاوت لاين بتاع التاي كانت خارجيه، بعد كده تحط 3 في 12 فوق و 4 في 22 تحت. وده بيحصل غالبا ان انت بتنكلود البندنج مومنت نتيجه الايه؟ الوزن بتاع التاي، ان انت الوزن بتاع التاي حتى لو مفيش اي لود عليها غالبا بتدخل لك بندنج مومنت نتيجه الساجنج او الوزن بتاع البندنج. تمام؟ البندنج مومنت ناتج من الوزن. التاي زي ما صممتها زي ما حطيتها. سكشن 3 3 ده سكشن في اللينك نمبر، زي ما اتفقنا حطينا الحديد في يونيفورم، رسمت الاوتلاين خرسانه، حطيت الكاميرا، بعد كده حطيت الحديد يونيفورم، حطيت كانت على مسافه 250 مللي، اضطريت ان انا احط هنا كانت حبايه مفيش مشكله، كتبت الحديد طبعا كل الايه؟ الاشياء، وكتبت دايمنشن، وكتبت عنوان السكشن عند كل سكشن، عشان ابقى عارف ده انهي سكشن في السكشن. بعد ما اخلص السكشن كده يبقى انا خلصت كل التي ستابس بتاعت الديتيلنج بكل التفاصيل. تمام؟ هنحل بقى كذا فريم في الشيت. اتمنى ان شاء الله ما تقابلوش اي مشكله في الحاله بتاع الشيت. لو فيها مشكله نقدر نرجع للمسائل المحلوله عشان نشوف الحل كان ماشي ازاي، نقدر نرجع للكتاب دكتور مشكور او طبعا للمحاضره. واتمنى التوتوريال تكون فادتكم في ازاي نمشي في الحل وازاي نمشي في الخطوات، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى لكم التوفيق.